السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اخي مصطفى. نعم اخوك مصطفى، تفضل. ربنا يبارك فيك يا اخي. في سؤال كان كم ساعه بس ربنا حضرتك هذاك مسافه صوت القصر في الصحيح يعني. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص يقول إذا سافرتم مسيرة كذا وكذا فأقصروا ودونها فأتموا، إنما مسألة السفر عرفية، مسافة السفر تحديدها عرفي يرجع إلى كل بلدة. بارك الله فيك. طب حضرتك لو مثلا انا بسافر مثلا يومين وبشتغل في مكان مثلا يقع جزء صلاة طول ما انا في المكان ده يعني إذا كانت مثلا مسافة سافر كل سفر، يوم مثلا وبشتغل في المكان وارجع تاني إذا كانت مسافة سفر وأنت يوميا تسافر لك أن تقصر يوميا.